للحديث أكثر عن تطورات الأوضاع الميدانية والسياسية في أوكرانيا بعد قمة حلف الناتو، ينضم إلينا عبر سكايب من إسطنبول الخبير العسكري العميد عبد الله الأسعد. مرحبا بك معنا. أهلا وسهلا بك. لليلة الثالثة على التوالي روسيا تستهدف كييف بالمسيرات الإيرانية، هل هذا رد على قمة حلف الناتو؟ مساء الخير لك أول السادة المشاهدين. يعني في الواقع طبعا هو يعني التطورات الأخيرة في هذه الأيام طبعا هي يعني ليست طبيعية، وإنما هناك يعني أمور سياسية ترافقت العمليات العسكرية بالكامل، طبعا منها تزويد الحلف بمنظومة دفاع جوي جديدة وتزويده بالقنابل العنقودية، وأيضا طبعا موافقة تركيا لموضوع انضمام أو رفع الحظر على انضمام السويد إلى حلف الناتو، وأيضا حضور زيلنسكي يعني في عدة اجتماعات مع بايدن ومع مجموعة من الدول الأوروبية، وتقديم بعض يعني بعض الأسلحة التقنية التي من خلالها يعني تقوم الآن روسيا باستعادة يعني بعض أراضي من خلال الهجمات المعاكسة واستخدام سلاح تقني تأخذه من الغرب. موضوع الطائرات المسيرة طبعا هو يعني روسيا تعتبر بهذا الموضوع وكثفت منه هذه الأيام من أجل يعني إعماء الرادارات بخلق أهداف وهمية. هذه الأهداف الوهمية لأن طبعا عسكريا معروف بأن الرادارات لديها قدرة على التعامل مع عدة أهداف، ولكن عندما يعني تشوش كثيرا الأهداف أو تظهر كثير الأهداف يتم صعوبة التمييز بين الأهداف يعني الحقيقية والأهداف غير الحقيقية. بماذا تفسر استخدام روسيا للمسيرات الإيرانية تحديدا في قصفها على كييف؟ طبعا يعني المتابع للأحداث يرى بأن الاعتماد الكلي الآن الكلي وليس يعني بعض الشيء من الطيران الروسي وإنما الكلي، هناك يعني صفقات كبيرة جدا من إيران أسست لها إيران في الأراضي السورية، يتم تدريب الروس من خلال خبراء إيرانيين على شاهد 136 وشاهد 109، ومن ثم نقلها سواء نقلها عن طريق البحر الأسود وأما طريق قاعدة تحميميم أو ميناء طرطوس، يتم نقلها إلى روسيا إلى جزيرة القرم، وهناك معسكر تدريب كبير للطائرات الشاهد. هذه الطائرات من حيث المميزات الفنية والتعبوية سعر أقل من سعر الطيران الأخرى وتكلفتها أقل من الطائرات الروسية وغير ذلك، لأن طبعا في الآونة الأخيرة إيران قامت بتصنيع طيران هناك أجزاء منه من يعني من أجهزة ألمانية وصينية وأيضا يعني يابانية، وتقوم بالتعاون مع الصين ومع كوريا الشمالية ومع الروس على الأراضي السورية يعني بإنشاء مصانع من أجل هذا الطيران هذا النوع من الطيران. نذهب إلى زيلينسكي الذي تتقدم قواته بفضل الإمدادات الغربية بالسلاح المتطور، لكنه عاد من ليتوانيا كما جاء في التقرير، عاد غاضبا بسبب رفض حلف الناتو ضم بلاده للحلف. لماذا هذا الرفض الغربي لضم أوكرانيا؟ هذا الرفض الغربي مستند الى مواد قانونيه في دستور في النظام الداخلي لحلف الناتو، يعني لا يمكن في نظام حلف الناتو ان تكون دوله من دول الناتو تتعرض لهجوم وان لا تقوم بالدفاع عنها حلف الناتو. هذا يعني هذا نظام حلف الناتو، الاسس التنظيميه لحلف الناتو، النظام الداخلي لحلف الناتو، بان يعني يقوم الحلف بالكامل لمسانده هذه الدوله واي اعتداء على اي دوله في مادة من مواد حلف الناتو، بأن يعني مباشرة يتم توقع المادة 51 أو المادة 55 بأن تقوم يعني كل الدول بمساندة هذه الدولة للتخلص من هذا الخطر الذي يتعرض لها. وواضحين يعني في طبعا المشرعين القانونيين بأن لا يمكن أن يتم إدخال أوكرانيا في حلف الناتو إلا عندما تنتهي الحرب. ماذا عن الدعم الأمريكي المتوقع
بأسلحة أو صواريخ بعيدة المدى، كيف يمكن أن تؤثر وتشكل تهديداً حقيقياً على روسيا؟ الآن قبل أن أتحدث عن موضوع الأسلحة بعيدة المدى، الآن الأسلحة العنقودية، القنابل العنقودية التي استخدمتها روسيا في سوريا والآن أصبحت بيد القوات الأوكرانية، يعني هذه القنابل ستفعل فعلا لها تأثير تدميري كبير جدا يعني استهداف القوات الموجودة في الدشم، الموجودة في الحفر، الموجودة في أي مناطق، وهذه يعني أسلحة تعتبر أسلحة فتاكة القنابل العنقودية. هذا من ناحية. الناحية الثانية هناك نوعين من أسلحة، بعيدة المدى، من صواريخ بعيدة المدى، صواريخ يعني ذكية أطلق وانسى، وصواريخ يعني يجب مثلا هي ذات رؤوس صماء لا يمكن التحكم بها. فإذا كان هذا النوع الذي زودت به روسيا من أسلحة ذكية أطلق وانسى، فإن القوات الروسية ستصبح يعني أهدافا سهلة لهذه الأهداف في العمق يعني وليس على الجبهات. طبعا الكل يعرف الصواريخ بعيدة المدى هي لضرب المنشآت الحيوية، لضرب الأهداف الاستراتيجية في العمق، لضرب الإمدادات التي تتحرك، الاحتياطات التي تتحرك من الخلف وتدميرها ومقرات القيادة والسيطرة وغير ذلك. أنا أتوقع يعني عندما كانت مثلا تذكر روسيا القتلى، عندما تذكر قائد منطقة الجنرال فلان وقائد الفرقة وقائد فيلق وإلى ما هنالك، أتوقع أن أوكرانيا كانت تستخدم بعض مثل هذه الأسلحة ولكن من نوع آخر مختلف، لأن القادة الذين يقودون المعارك على جبهاتهم يكونون إلى الخلف بأكثر من 25 كيلومتر، يعني بعيد عن مرمى المدفعية وعن مرمى المدافع ذات الرمي غير مباشر. فلذلك يعني استخدمت يعني بجزء أقل من الجزء التدميري أو الكل التدميري لأسلحة الصواريخ بعيدة المدى. فكيف الآن وقد أعطيت لها صواريخ بعيدة المدى ووافق بايدن على هذا المقترح، وأتوقع بأن يعني روسيا قادمة على يعني أيام لا تحمد عقباها، وهذا هو سبب قيامها بتوجيه المسيرات الكبيرة على كييف. نعم، كيف يمكن أن يؤثر ذلك سيد عبد الله على مجريات الصراع هناك، ولا سيما أنه جرى الحديث مرارا عن استخدام تكتيكي للسلاح النووي، وحتى سيرجي لافروف نفى ذلك وقال أن الأمر لا يحتمل استخدام هذا السلاح، وهذا جزء من الحرب الإعلامية والنفسية الموجودة. لكن امتلاك أوكرانيا لهذه الأسلحة بعيدة المدى مستقبلا في المستقبل القريب، ماذا يعني في سير هذه الحرب؟ يعني لكي لا نبالغ بموضوع الأسلحة النووية، الأسلحة النووية طبعا لا يمكن استخدامها في مثل هذه المعارك يعني التي طبعا يقوم بها الطرفان، لأنه كل القوات الروسية تقاتل على الأرض الأوكرانية. يعني استخدام مثل هذا النوع من الأسلحة طبعا يعني غير ممكن، يعني إلا إذا قامت روسيا بقصف دولة من دول أوروبا يعني وليس الجبهات وليس أوكرانيا وغير ذلك. فلذلك الآن يعني من دواعي أو من الدلائل والقرائن الدالة على استخدام الكيماوي، طبعا هناك تحركات روسية، حركت بعض الصواريخ، نقلت قوات من روسيا إلى بيلاروسيا، تحركت قوة، جهزت الأسلحة، أصبحت جاهزة أحيانا بجاهزية قتالية عالية. طبعا حسب يعني قول وزارة الدفاع أو الكرملين بأن السلاح النووي أصبح جاهز، هو في الواقع هناك يعني قبل كل شيء هناك شروط لاستخدام السلاح النووي، ليس شروط تضعها الدول الأخرى. في الدولة التي يعني ستقوم باستخدام السلاح النووي هناك مثلا يعني انهيار الدولة بالكامل، انهيار القوات، هزيمة القوات البرية بالكامل والبحرية والجوية، ولم يبقى شيء. يعني عندما مثلا استخدمت يعني مثلا يعني أمريكا سلاح اليائس المهزوم، نعم سلاح المهزوم بالتأكيد يعني هذا هو يعني الطلقة الأخيرة التي قد تستخدمها الدولة بعد كل هذا الذي ذكرته من تقهقر وانهيار كامل وانهزام كامل، لم يبقى لديها إلا أن تقوم بالرمي بهذا النوع من السلاح، لأن طبعا السلاح النووي هو سلاح غير عادي،
ويعني ربما تستخدم القوات أسلحة ذات دقة عالية. لاحظنا مثلا أمريكا استخدمت مثلا في حربها مثلا في حرب الخليج الأولى والثانية نعم، والثالثة مثلا أسلحة يعني هذا استراتيجية يدفعنا سيد عبد الله للسؤال عن مستقبل هذه الحرب. يعني عندما بدأت لم يكن ربما المراقبون والمحللون يتوقعون أن تسير بهذه الوتيرة وعلى هذا النحو، والآن حتى الآن تبدو الأمور غير واضحة. هل من ملامح لمستقبل هذه الحرب؟ هذه الحرب طبعا يعني هي حرب استنزافية، يعني تكلف روسيا كثيرا في الواقع، لأن روسيا بكل ما أوتيت من قوة من قدرة قتالية ومن بنية تنظيمية للقوات طبعا تم استنزافها. يعني الكثير طبعا يعني هناك من أحاديث بأن بوتين أعطى أوامر لقيادة الجيش بفتح المستودعات للسلاح المنسق سابقا، وما يعني ما حصل في روسيا طبعا لم يكن يتوقعه بوتين، ولا يمكن ولا كان بالإمكان توقعه من قبل وزارة الدفاع ورئاسة الأركان والقيادة العليا للجيش، بأن الجيش طبعا يحتاج إلى 500 يوم، لأن نحن تجاوزنا 500 يوم في هذه الحرب. الملامح الدالة من موضوع النتائج الموجودة الآن، يعني الخسائر التي منيت بها لا تعادل 10% من النتائج التي حققتها على الارض. تم يعني مثلا تم مثلا استيلاء بعض مناطق مثلا في البدايه، ماريوبل، خرسون استعيدت، الان باخموت على يعني موجوده في البعض وفي البعض الاخر غير موجوده. الملامح هي عباره عن حرب استنزاف، يعني لا نصر لروسيا. الخبير العسكري شكرا لك سيد عبد الله الأسعد، معذرة للمقاطعة، شكرا لك على هذه الإفادة.